هذه تاع الوالي. اسمح لي، دير التليفون تاعك هنا. ما ديرش التليفون تاعك، دير. ما نقدرش ندير التليفون. وكيفاش تصلوا بك؟ تتصل بالوالي. والله رانا في المعاناة سيدي الوزير. سمعتك، خلينا نروح نخدموا شويه. والله ديروا فينا مزيه، اسمعك ماشي فيناكمش نحنا. ماشي مزيه، ماشي مزيه، تبعني. انا نعتبرها مزيه. تبعني تبعني. والله المشكل اللي عندي هنا تبعني. بالله ربي يسمعك. تبعني. احنا ماذا بينا سمعت الهش هذا والاخر، رجعوا الحمام باباك، رجعوا لاديش. اسمح. ما تعطوش البلديه، اعطوا لاديش والله العظيم سيدي الوالي عطوا رجعوا لاديش. لاديش تقدروا تحاسبوها، سيدي الوالي تقدر تحاسبها. المنتخب خمس سنين تو السلام عليكم وهو يروح. شحال والله الشيخ عاد خلونا في المعاناه، والله الشيخ عاد خلونا في المعاناه. تبعني. انا سمعتك، انا سمعتك. والله انا ممكن اسمعك. انا سمعتك. عندي اختي هذه عندها الهش تحولات، والله ماشي متصور، والله يا جماعه ماشيين البناء الريفي والهش هذا ماشي متصور. اسمع 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 اسمع. ماذا فينا نحن المواطنين تاعنا كاع يسكنوا؟ اسمع. أنا قلت لك ماشي مزية، هذا واجب تاعنا. أنا من عندي دبر أنا حكتها مزية عندي. معليش والله أنا عانيت، أنا عانيت. عندي أختي سمعت، أنا الممثل تاع جانب الفوكاي. أنا قادر نحكي خواتاتي نحب نفرقهم نفرقهم المشكل مع الوالي. يقول لي أنت ما تنفع والو، والله عطوا لها بالنار فينا حولها. خلاص خلاص والله بلا مزيتنا. ونقول لك نديروا، اسمح لي، كيسمك الله؟ ملالي بلال فوكاي. ما كاينش سي ملالي. كيف معروف كي كان المعاناة ديك خاطي ديك ديك من عمر ديك ديك واي واي ديك ديك. شوف سي ملالي، قال ما عندك الوزير ديك ديك السكن ديك ديك. اسمع سي ملالي، سي ملالي، حاجة الأولى، حاجة الأولى، أنت باش راك معروف فوكاي هنايا لازم تجي تفطر معايا. ماذا بيا؟ والله ماذا بيا؟ هات بعدي أنا نعرضك تجي تفطر معايا. خلاص هذه حاجة الأولى. أيوا لأن ما نعرفكش ولازم تعرف عليك كفو فكاهي، ما نعرفوكش، يعرفوك اصحاب جنات. صح عطل الله يرحمه كل شيء. سمعت هذاك دق دق دق. تبعني. هذه حاجه الاولى. ثانيا انت راك مواطن هنا، والله العظيم وهضر معايا نهضر معك بصدق، ماشي مزيه. انا راني خالص عليه، انا موظف. ايوه انا موظف. واش عندي المهام تاعي؟ واش راني جاي هنايا؟ الا جاي بنسمعش الانشغال تاعك، اش قلت لك دير لي تليفون باش نعرفوا كيف اتصلوا بكم وان شاء الله يحل المشكله وتكون معايا في الفطور. ماذا بينا نحن تسمى تسمى كونك معايا المواطن تاع شهاد كونك معايا واسمح لي برك انا طبعا. ماذا بينا تكثروا لهم السكنه وكل شيء ان شاء الله باش الشباب يسكنوا ويزوجوا. لو كان عندهم المعاناه باش يزوجوا ما عندهمش الديار. ان شاء الله ان شاء الله. صح اسمحوا لي يا جماعه.